رجعنا لكم تالي في الجزء الثالث من اخر حلقات 2019، و2019 بالنسبه لنا كان هو بدايه برنامج صحتك ثروتك. ودايما احنا تعودنا ان احنا ما بنمشيش كده وخلاص، دايما بنحط لينا اهداف وبنحط ليها خطط. فطبعا كان لازم نختم 2019 زي ما ابتدينا 2019، بان يكون ضيفي وضيفكم، ودايما بيقول هو صاحب البرنامج المستشار الطبي والاقتصادي للبرنامج دكتور هاني فرج. صباح الفل عليك. صباح الخير عليا. كل سنه وانت طيب. صباح الخير على السلامه المشاهدين، وكل سنه وحضراتكم طيبين، ونهايه الموسم الثاني من صحتك ثروتك. اعتقد ان الايام جريت بسرعه صح؟ الحمد لله، ولكن يعني احنا سعداء جدا بالمحتوى اللي احنا قدمناه خلال الموسم الثاني. الحمد لله كان في تنوع. الحمد لله. التنوع ده كان من خلال ان احنا استضفنا مجموعه من الضيوف بيتمتعوا بخبرات كبيره سواء في المجال الطبي او في المجال الاقتصادي. استضفنا قامات كبيره زي السيد نقيب العلميين، استضفنا اساتذه جامعه، استضفنا متخصصين، واخره من النهارده كانت حلقه مع الدكتوره ياسمين عبد الحميد في شكل جديد للعلاج وتناول طرق العلاج الحديثه في مصر. تمام. دكتور هاني المستشار الطبي والاقتصادي للبرنامج، عايز المستشار الطبي يبقى عايزين يتكلم البرنامج بتاعنا في 2020 هيقدم ايه من الناحيه الطبيه ومن الناحيه الاقتصاديه. ناخد الاول الجانب الطبي. طب دكتور، احنا في اواخر الحلقات ابتدينا نلمس تفاعل الساده المشاهدين بشكل كبير معنا. تمام. احنا في الموسم الاول كان التفاعل عن طريق الواتساب، وده كان بيدينا زخم من حيث الاسئله ومن حيث اختيار المواضيع بتاعت الحلقات اللي بعدها. دلوقتي مع صفحتنا على الفيسبوك وصلنا لاعداد، يعني احنا بنشكر الساده المتفاعلين، بس في نفس الوقت بنعتذر لهم لان كم الاسئله اللي جت كانت اسئله كبيره جدا، واحنا تباعا بنبتدي نجاوب على الاسئله دي. فباذن الله في الموسم الثالث اللي هيبتدي مع بدايه 2020 ان شاء الله هيبقى طبيعه المواضيع اللي احنا هنتناولها هتركز على الحياه اليوميه بتاعت المريض المصري والانسان المصري. تمام. يعني هيبقى تركيزنا على استخدام الادويه والعلاج اللي سواء بالنسبه للمرضى العلاج المزمن او لبعض الحالات الطارئه، فدي هتفيدنا بشكل كبير من حيث الرد على اسئله الناس. والحاجه الثانيه ان هي بالنسبه للساده المشاهدين هنبقى قريبين قوي منهم، يعني هنبقى بنتكلم عن الاحداث اليوميه واللي بيتعرض ليه البيت المصري سواء على مستوى كبار السن او الاطفال او السيدات او الرجال. فده باذن الله هيدي نوع من التنوع بالنسبه لحلقاتنا ان شاء الله بالنسبه للمجال الطبي. يعني في نقطه برضو اخيره، احنا في نهايه الحلقات ابتدينا نركز شويه على العلاج الطبيعي والعلاج البديل والعلاج باستخدام الغذاء. الجانب ده على مستوى العالم بيتطور من يوم ليوم. مش عايز اقول لك بالنسبه للعلاج الطبيعي، حلقه الزيتون عملت علاج بالمواد الغذائيه، كانت عملت ضجه جامده جدا، لذلك ان في ناس تواصلت معانا قالوا طب احنا نجيب منين لو انا عايز اشتري زيت زيتون بطريقه ابقى ضامن فيه. فعلا اسئله جت كتير، والحمد لله دي من الحاجات المتوفره. الجديد بقى اللي احنا هنقدمه لما هنتناول الموضوع، بس قبل الجديد انا عايز افكرك باول حلقه لينا في 2019 كنا جبنا سيره المؤتمرات. كويس. تمام. هل احنا ان شاء الله في بلانات ان احنا نغطي المؤتمرات الفتره اللي جايه؟ احنا ابتدينا فعلا التواصل مع المنسقين للمؤتمرات الكبيره اللي بيتقال فيها حاجه جديده، لان حضرتك عارف كم المؤتمرات دلوقتي بقى كم كبير جدا، معظمه بيبقى كاجتماع سنوي بعيدا عن كونه مؤتمر، ولكن احنا هنبقى مركزين اكتر على المؤتمرات اللي فيها ابحاث جديده، ان لما نيجي نقدم حاجه منها تبقى الناس تستفيد. تمام. الحاجه الثانيه حضرتك عليها، احنا كنا اتكلمنا عن الثقافه الدوائيه، والثقافة الدوائية خدت مننا حلقتين طوال اتكلمنا فيهم على تعريف المريض بالدواء وتعريفه بالاستخدامات الصحيحة وأصل الدواء ومنشأه وإيه اللي نسميه دواء وإيه اللي نسميه غذاء، فده أفاد الناس بشكل كبير. فإحنا الفترة الجاية برضو هنتناول المؤتمرات، مش بس الطبية، المؤتمرات اللي بتتكلم عن المواد الزراعية المواد الغذائية، بحيث إن إحنا نكمل الصورة بالنسبة للمشاهدين. تمام. طب بالناحية الاقتصادية بقى، بص حضرتك، احنا الناحيه الاقتصاديه يمكن ما خدش حظها قوي في الجزء الثاني. الجزء الثالث ان شاء الله او الموسم الثالث باذن الله هنبتدي نستضيف ضيوف بيتكلموا عن اهميه طرق العلاج السليمه والطرق الصحيه السليمه والتعامل مع الادويه بما يعود بالنفع على المريض من حيث دخله وحالته الاقتصاديه. ده هيبقى تركيزنا الفتره الجايه. اعتقد ان احنا كمان في طور ان احنا ننشئ صفحه اليوتيوب.
تمام. واعتقد ان احنا كمان هو فعليا ابتدينا الخطوات الاولى وابتدينا نفعل البرامج اللي كانت موجوده خلال الفتره اللي فاتت. قناه على اليوتيوب وصفحه على الفيسبوك اعتقد صفحه الفيسبوك. ما خلاص فعلت واعتقد فعلت من اول اسبوع ليها كانت عامله شغل. بقى دلوقتي حوالي اسبوع او 8 ايام دلوقتي ودخلت في حوالي يعني الحلقه بتاعت 30,000 مشاهده ولا بتاع. فالحمد لله احنا دلوقتي ابتدى يبقى التفاعل الاكبر مع اعتقد ان انا عندنا حد كمان متخصص في التسويق. تمام. دكتور عادل مرزوق طبعا من من الشخصيات المعروفه جدا في هذا المجال وكان اضافه قويه في الموسم الثاني وان شاء الله في الموسم الثالث موجود معانا. انا كان من ضمن الاهداف بتاعتي في البرنامج بتاعي اول ما جت لي الفكره ان احنا في الاخر يبقى عندنا فريق عمل. اعتقد ان احنا دلوقتي عندنا دكتور محمد راشد من ضمن فريق العمل، دكتور عادل مرزوق من ضمن فريق العمل، طبعا انا وانت طبعا احنا بدينا المشوار من اوله وبنتوسع. تمام. وخليني النهارده بجد بالامانه في ناس لازم تشكر على الهوا المجهود اللي عملوه معانا في 2019. اولا وكاله جوميديا برئاسه الاستاذ محمد رمضان طبعا ان هو يتبنى معانا البرنامج، والجنود المجهوله الاستاذ تامر والاستاذ محمد الملكي. لا الناس دي لازم تشكر، ولازم اشكر الاستاذ حميد رئيس القناه وكل فريق العمل اللي انا يعني ممكن اقول اسامي، ممكن اقول بقى الاستاذه ياسمين والاستاذ محمد المخرج والاستاذ نصر مدير الاستوديو وعم علي بتاع. بجد انا عايز اشكر كل الناس، وابو سمره مش عارف مين ابو سمره بس ابو سمره محمد سمير المخرج طبعا حبيبي. بجد والله الناس دي خلي بالك، الناس دي لو مش حاسه ان البرنامج بتاعنا بيقدم حاجه مش هيتعبوا معانا ومش هيشجعونا. احنا طبعا لامسين طبعا الحب والاخلاص في العمل وبنوجه لهم الشكر والحمد لله رب العالمين. احنا يعني المعلومه اللي بنقدمها للناس بنقدمها الحمد لله بشكل يعني في برضو اخلاص وفي حرص على مصلحه الناس. فان شاء الله يعني الموسم الثالث ومع زملاء الافاضل اللي حضرتك ذكرت اساميهم يبقى انجح باذن الله. يعني بص هفكرك بحاجه، لو تفتكر في بدايه السيزون الثاني كنا عاملين حلقه مقدمه مع الاستاذ محمد رمضان وكان بيتكلم عن المحتوى. تمام. اهم حاجه المحتوى، والحاجه اللي تيجي بعديه هو طريقه تقديم المحتوى. عشان كده دايما بقول ايه، البرنامج بتاعنا برنامج متخصص واللي بيقدموه ناس متخصصين. وانا عن نفسي لما مبقاش عارف حاجه بقول انا مش عارفها وعايز اتعلمها على الهوا، ما بحبش افتي في حاجه احنا مش عارفينها. ويمكن ده سر البرنامج بتاعنا مستمر وان شاء الله هيستمر باذن الله. وان شاء الله تعالى عسام المشاهدين هيبقى فيه مفاجآت في كل حاجه تتخيلوها وما تتخيلوهاش، لان احنا فريق عمل ومستحضرين واحده بس، ان احنا ازاي نقدم لكم حاجه جديده وحاجه مفيده بجد. دكتور هاني فرج انا مش عايز انهي وعايز اقول لك ان الناس ورا مش عايزين ينهوا، ولكن احنا عايزين نبتدي ان شاء الله ب 2020 بحاجه قويه باذن الله. واعتقد الحلقه اللي جايه هيبقى فيها حاجات جديده بنتكلم عن الصحه بس بطريق مختلف شويه. اعتقد ذلك صح الكلام ده؟ هتبقى حاجه مفاجاه لان احنا مهدنا لها، مش عايزين برضه نحرق المفاجاه. ان شاء الله تبقى حلقه مفيده للساده المشاهدين وحاجه بتمس كل مريض مصري، وان شاء الله يلاقي اجابات على اسئله كتيره كان سالها لنا. وان شاء الله يبقى موسم موفق 2020 وباذن الله صحتك ثروتك تكمل مع المريض المصري بكل اخلاص وبكل ما هو مفيد ان شاء الله. عايز انا بقى اشكركم، اشكر الدكتور هاني فرج استشاري الطب والاتصال البرنامج، واشكر الدكتور عادل مرزوق، واشكر الدكتور محمد راشد، واشكر كل الناس. وعايز اقول لك على حاجه، في حد بجد لدرجه في الايربيس قال لي في الاول كلمه عملتني انا موتيفيشن، الاستاذ محمد سمير المخرج بجد قال لي كلمه، لا قال لي بص انا عايز البرنامج بتاعك ده يبقى رقم واحد على كل البرامج الطبيه في جميع القنوات. لما تيجي من مخرج في القناه، هو مش مخرج البرنامج ده مخرج القناه، ويقول لي كده يبقى هو شايف حاجه في البرنامج مش شايف اي برنامج تاني. نتمنى ان شاء الله، نتمنى باذن الله. انا بجد عايز اشكركم كلكم، وطبعا لازم اشكر الساده المشاهدين اللي بيتابعونا واللي دايما بمناسبه حتى لما حد بيوجه لنا توجيه بمناسبه احنا بنشكره، واي حد بيدينا حافز احنا بنشكره. دكتور هاني فرج المستشار الطبي والاقتصادي بالبرنامج انا بشكرك. شكرا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب ومصر كلها بخير ان شاء الله. ان شاء الله 2020 ان شاء الله معادي معاكم يوم الجمعه الجايه الساعه 10 الصبح، يعني قبل ساعه من دلوقتي، واحد حلقات برنامج صحتك ثروتك، واستنوا مفاجآت كتير في 2020. السلام عليكم.